طبعا من اصعب الاماكن التاريخيه اللي راح نتوجه لها اللي هي هاي البوابه بوسط الصحراء، تاريخ كامل بيها اللي بيها ثلاث عصور وقصص مختلفه وثلاث اماكن بيها. طبعا شيء كلش غريب، اطار بوابه ومدينه كامله بوسط هاي الصحراء. شلون كانت الحياه هنا وشلون انبنت هاي المدن كلها مطمومه. هذا المكان عباره عن قصر وجامع ومدرسة وكل متاهات وأماكن غريبة. هذا كله طراز عباسي التصميم مالته. طبعا هاي كلها عبارة عن غرف مختلفة اللي هي للصفوف والدراسة والتعليم. وهذا المكان اللي هو راح اتوجه له أكبر شيء بيهن اللي هو الجامع المذكور، جامع أموي يرجع إلى الحجاج، فترة الحجاج في زمن الفترة الأموية، ولكن اجت الدولة العباسية بنت مدرسة في أواخر العصر.